سؤال يقول السائل: ما حكم العمل بالبنك الزراعي؟ نقول له: يا رعاك الله، العمل في البنك الزراعي كالعمل في غيره من البنوك التجارية الربوية، إذا كان العمل فيه ليس في مجال الائتمان أي الإقراض، بل فيما سواه من الخدمات المصرفية الأخرى، هذا من مواضع النظر بين أهل العلم، وهم فيه بين مانع ومرخص، والقول بالترخص هو اختيار مجمع فقهاء الشريعة وبه نفتي. لقد جاء في قرار المجمع ما يلي: الأصل في العمل في المصارف الربوية أنه غير مشروع للعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقوله وهم سواء، ما اعتبار الضرورات على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها. ثم أضاف المجمع فقال: وقد رخصت المجامع الفقهية لمن لم يجد عملا مباحا أن يعمل في الأماكن التي يختلط فيها الحلال والحرام، بشرط أن لا يباشر بنفسه فعل المحرم، وأن يبذل جهده في البحث عن عمل آخر خال من الشبهات. والمجمع لا يرى ما يمنع من تطبيق هذا الحكم على العمل في المصارف الربوية، فيرخص في العمل في المجالات التي لا تتعلق بمباشرة الربا كتابة أو إشهادا أو إعانة مباشرة أو مقصودة على شيء من ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.